جيدور. أين أنت يا خالد الهرقام؟ صباح النور سيدي. ألو ألو، خالد الهرقام المتحدث من قهوة تونسية موجودة في الكابون. دونك كالعادة أنا لقيت هذا وقيت قهوة، ما اليوم احنا شهوتنا نتاع البلابية بارامون يا جيهان باش تصير. أي خلينا نمشيو مادام جانا الهرقام جاب لنا القهوة. مرحبا خالد. صباح النور، صباح الخيرات. شنو حوالك؟ من اقصى، نعطيك لنديس. اعطيني لنديس خويا. الشمال الشرقي. اي. انت الغابه والجبل والبحر والبحر. الهواريه يا خالد. خالد في الهواريه. خليه يكمل التعبير نتاعو. واضحه. ما تقص عليها كيك ديريك. واضحه. ما تنجمش تكون كاين الهواريه. فعلا هي الهواريه، مدينه المغاور، مدينه البحر، مدينه الجمال الممثور في كل مكان. هنا في مدينه الهواريه نحن في طريق الشط في مقهى الموعد. مقهى الموعد طريق الشط اسمها مقهى الموعد هكا. الرونديفو معناها الرونديفو معناها الرونديفو. ايه معروفه بالرونديفو. ربي يهديك يا خالد خويا، توا باش نعطوها طرح الشعر معناها اسمها قهوه الرونديفو. توا تصور بالله كنت تقول له مثلا توا كان نكلموا مستمعين يقول له اسمعني برا ومشيوا قهوه الموعد في الهواريه باش يتقابلوا غادي زميلي خالد الهرقام في القهوه. قهوه الموعد، انا متاكد برشا يسمعوا فينا في الهواريه قهوه الموعد. بربي ونشي عندنا قهوه اسمها هكا في الهواريه الموعد. برشا يفيقوا يمشيوا يحبوا الرونديفو يا معلم بالرونديفو غادي. قهوه الرونديفو بالفعل. وعندنا رونديفو مع صاحب جيران المقهى هنا اللي عنده 33 سنة يخدم في الخدمة هذه، من اللي عمره 13 سنة يخدم في القهوي في القهوة معناكم. اي باهي برشا. باش تحكي الله يبارك عادي يا سيدي. دونك اذا 33 سنة في القهوة. صباح الفل سيدي. صباح النور. صحيح. انا تعرف عليك خويا سالم شاكور من الهوارية. هاسي سالم، من عمرك 13 سنة وانت في وانت في القهوة؟ 19 سنة يا بي. 19 ولا 13؟ 13. انا قلت لك 13. دونك انا صحيح يا جيهان، ربي يهديك يا جيهان. توا تاكلوا معناها في قداش من عام؟ مازال صغير 13 سنة على خدمة. 6 سنين، 6 سنين خدمة، 6 سنين حكاية. سي سالم نورمالمون ما نتغشاش خاطرين صغرتك هكا. لا لا ما نتغشاش، نقرا ونخدم. ربي يعينك. اي سيدي قل لي سي سالم، توا في السنين هذه الكل علاش اخترت المهنه هذه؟ سا دون باغ حبينا نسالوا زاده على حكايه من الحكايات اللي صاروا لك في 33 سنه هذوما. اخترت الخدمه هذه الساعه الزول، الواحد ما عندوش مصروف، يبدا شويه بشويه بشويه. اي وهي كلها غرام، راه كلها غرام. اذا كان مش مغروم ما تخدمهاش خدمه مهما كانت. مغروم بها ما تخدمهاش. صحيح صحيح. كل خدمة غرام. مالا كيفاش تغرمت بها انت؟ علاش اخترت الخدمة هذه بالذات؟ او قالك باش ندبر مصروف. اما قالنا مغروم بشوية بشوية. وعملت شوية بشوية، عملت اسم. هاي؟ في الهواري. مالا مطلوب في هواري طوالي حل قهوة يعيط لسي سالم. الهواري قولها تعرف انت اوكي. ويستحيل باش ما نعرفش واحد باش يقرط وقداش تقريه قبل ما يخلط. قبل ما يخلط. مالا من غير ما يتكلم قهوته حاضرة. فما ناس جات بعد 10 سنين جاوا من المهدية من سوسة، جاوا الهوارية وجي يعمل قهوة بشتر سكر اكسبريس ولا لونجي بشتر سكر. بعد 10 سنين رجع نفس الفاس هو بيدو السيد نعمل له قهوة قبل ما يخلط. حتى كي يغيب عليك 10 سنين تعرف قهوة قبل ما يخلط. عادي جدا، المفيد ما بدلش. جيهان من صوتها شنو قهوتها؟ جيهان شنو قهوتها من صوتها؟ هاي الحقيقة. اي جيني مرة، جيني مرة سيد. هاي باهي. بعد 10 سنين تلقى بعد 10 سنين نفس الحكايه. نفس القهوه. المفيد ما تبدلش. تشرب فيه ترجيان. لا ما نتصورش. نتصور معناتها سيري بالعظمه معناتها. اي بون. اي سيدي كلنا. القهوه الكل الحقيقه. اسمعني اقوى قهوه جيران طيب في الهواري. مالا باش نجيوك. براو يا سيدي مالا مشيو القهوة الرونديفو. هاي مالا القهوة الجاية إذا هبطت في الويكاند جينا نعمل بحذاك قهوة فيلتر. أخويا مرحبا بك. يعيشك يا سيدي. قل لي أكثر حاجة تقعد تفكرها في ثلاث سنين، في ال 33 سنة هذوما، شنو هي مثلا كي تقعد نحكي لك نقول لك شنو صار لك مثلا في مسيرتك المهنية هذه؟ شنو هي أكثر حاجة تفكرها؟ أكثر حاجة نفكرها مرة مالا معدي في المهرجان، في مهرجان الصيف الأولي نخدم وحدي. إي. في البطحة فميكية نقول لك يكون فميكية 6000-7000 متفرج في نور شيبة قبل الثورة. اي تفرجوا في نور شيبة. سبحان الله قبل الثورة نور شيبة. اي قبل الثورة جي نور شيبة في وسط البلاد فميكية.
عصرت بعضها شويه بالخدمه هكا ونخدم وحدي. هي جاب يمكن 6 ولا 7 من الناس على الاكسبريسات. حصلت لهم اكسبريسات وكثر سنات. بلاصت وحده بالزربه ونخدم وحدي. فبلاصت نحط السادس اكسبريس نحطها فوق الكونتوار. خليت الاكسبريس فوق الماكينه وجبت حق النسك حطها لي وليها. وهزها بربي ولا لا؟ رد قاعد يتفرج غير زاد اللي قال لك هذه حق النسك ماشي اكسبيرينس. اه يا في بالي انا كي نجي في بلاصه نهزها ونقطع. سي سالم انت بديت تخدم عمرك 13 سنه وعندك اكثر من 33 سنه خدمه وخبره في القهاوي. احنا الغنيه نتاعنا جنجل هو قهوي يجي يدور. تو فما خبره هكا سينا في هزين الطبق وكيفاش تبدا تدور من طاوله لطاوله؟ يتعلموها هذيا ولا كيفاش؟ يتعلموها بالطبيعه بالممارسه كل كده بالممارسه. اما مش كل حد ينجم ينجح فيها. لا ما ينجمش ما ينجمش. إذا مش مغروم ما ينجمش. لا ما ينجمش قهوجي ما ينجمش. بي القهوجية توا أصحابك اللي مش في هوارية اللي في البلايس الكل هكا اللي يخدموا نفس الخدمة كيف كنت يقوموا صباح بكري كيف كنت شنو تحب تقول لهم كليمة؟ أيه. أخويا ربي يعينهم وخدمتنا راهي خدمة شريفة والثقة والنظافة. صحيح. هذه باش توصل. يعطيك الصحة يا سيدي. يستحيل باش يخيب لا مع ربي. ان شاء الله ربي يعطيك الخير الكل. ما احلاها طلتك سيدي الغالي. بارك الله فيك على تدخلك معنا. شكرا ليك. ان شاء الله ديما عامره. مشيو القهوة الرونديفو. فما راجل محلاه غادي ينجم يعطيكم قهوه بنينه وتدخل بعدها مره. انسى لو كان ينجم ينسالك القيوه نتاعك. احنا باش نوصلوا بعد شويه زميلنا علاء. اي نلقاوه في بلاصه اخرى في دار شعبان. نلقاوه يذور لي المره هذه مش في قهوه باش نلقاوه في حاجه مخبخه وبنينه لبلابي. هذه الشهوة نتاعك يا مينا. هذا نلقاو ان شاء الله بعد شوية بالصوت والصورة مع زميلنا علاء بعد الموسيقى.